أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সম্মানিত ইকরা বাংলা দর্শক শ্রোতা, আমরা আবারও আপনাদের সামনে এসেছি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুষ্ঠান মশকে তেলাওয়াত নিয়ে। এবং আমরা আজকে যে সুরাতে তেলাওয়াত করব, সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাত তাওবা, এবং সুরার দুই নম্বর রুকু থেকে আমরা শুরু করব ইনশাআল্লাহ। আপনারা অবশ্যই জানেন যে আমার সাথে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন আবিলউদ্দিন খান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। চলুন দর্শকবৃন্দ, আমরা শুরু করি আমাদের আজকের মাসের তেলাওয়াত। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله
إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون لا يرقبون في وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشون
يَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد كان للمشركين أن
مساجد الله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فعسى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أجعلتم سقاية الحاج المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ